عن كل هذه الأخبار ينضم إلينا الآن مباشرة من دبي رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب رائد الخضر. مرحبا بك رائد وشكرا لحضورك معنا. رائد تفسر لي حركة العملات, يعني خلينا نحكي شوي فرنك سويسري ين ياباني, كيف عم يتحركوا في ظل هذه الخضة التي تعاني منها الأسواق العالمية؟ بالتأكيد انطلق الأسبوع ببداية يعني حمراء ضغطت على الأسواق الأسهم الأمريكية وكانت ليدر لمزيد من التراجعات في ظل التخوف المستثمرين, عدم الوضوح, التغير الحاد في الاتجاه التصحيح تتجه إلى الملاذات الآمنة أنظار المستثمرين, وكان توجه للين الياباني خلال تعاملات يوم الاثنين ويوم الثلاثاء, وأيضا كان للفرنك السويسري, ولاحظنا بعض الارتفاعات في أسعار الذهب لتعتبر ملاذات آمنة للمستثمرين. لكن اليوم تتصف الأسواق نوعا ما بانخفاض بعض الشيء في معدلات التذبذب, وأيضا عودة وارتفاع للدولار الأمريكي سواء كان أمام اليورو الجنيه الاسترليني وأيضا أمام الين الياباني بنتيجة تمرير الاتفاقي أو ميزانية الذي كان يوم أمس لموازنة الولايات المتحدة الأمريكية, أعطت نوع من الإيجابية لأداء الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم, خصوصا بعد يعني نوع من التلبك الكبير فيما يتعلق في هذه الموازنة وإغلاق حكومي شهدته لمدة يومين. الآن تمرير هذه الاتفاقية أعطى بعض الإيجابية لأداء الدولار الأمريكي, وأيضا التكهنات بمزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية أعطى الدولار الأمريكي بعض الزخم بالاتجاه الصاعد, هذا شفناه أمام الباوند, أمام اليورو, أمام الين الياباني والعملات الرئيسية إجمالا. بالتالي قلص الين الياباني من ارتفاعاته التي كانت في مطلع الأسبوع اللي هي بنتيجة توجه المستثمرين إليه كملاذ آمن. طيب رائد, اليلز عادت إلى الارتفاع من جديد على سندات الخزينة العشر أعوام, وعم نشوف أنه عم نرجع حتى لمستويات أعلى من اللي كانت عليها وقت اللي صار عنا هذا التصحيح القوي في المؤشرات الأمريكية بأون بلاك موندي, يعني يوم الاثنين الأسود السابق. برأيك شو الأوتلوك لديكم الآن على موضوع السندات بالتحديد, وبرأيك قديش موضوع ارتفاع العوائد وتراجع أسعار السندات هو تريجر لعمليات البيع اللي عم نشوفها بالأسهم الأمريكية؟ حقيقة هو فعلا كان الزناد اللي ضغط. نحن عندنا اليلتس على 10 years حاليا عند اليوم عند 2.84, بينما كان قمته بيوم الاثنين تقريبا عند 2.88. إجمالا ضغط على العوائد السندات هي عن نتيجة عمليات بيع على السندات كانت بشكل كبير, وعدم الرغبة بالتوجه إلى السندات الأمريكية في فترة نوعا ما, يعني كان هناك نوع من الاستيعاب وبدء تسعير السوق لموضوع البيانات الأخيرة التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بنمو معدلات الأجور وتوجه نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر بعد عام كامل من الفولاتيليتي في أدنى المستويات واتجاه واضح صاعد على الأسواق الأمريكية. بدأنا نشهد هذه السيلوف الكبير الذي كان خلال بداية التعاملات هذا الأسبوع. بالتالي اليلز في ظل هذا التذبذب الكبير نسبيا الذي ما كان عليه في العام الماضي, طبعا لا يزال هناك توجه إلى مزيد من الارتفاعات على السندات, عوائد السندات الأمريكية في الفترة القادمة, نتيجة أولا للميزانية الضخمة التي تم إعلانها, معناتها في عندنا أنفاق أكبر, معناتها إمكانية خروج التضخم عن السيطرة, وبالتالي يستوجب ذلك توجه الفدرال الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بعدد مرات أكبر من المتوقع. السبيندينج الذي كان قد يعني بيانات الأنفاق التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية هي أعلى من توقعات خلال الفترة الماضية, وبالتالي الأسواق نوعا ما تفاعلت مع هذه الأرقام وحاولت الأسواق تسعر السندات الأمريكية, وبالتالي البيع عليها كان كبيرا في الفترة الماضية ولذلك ارتفعت العوائد. شكرا جزيلا لك رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب رائد الخضر.